فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أحج هذه السنة، وقد كنت قد عملت عمرة في أول ذي القعدة، فهل أعتبر متمتعا؟ إذا كنت رجعت إلى بلدك بعد العمرة ثم تريد أن تحج فأنت مفرد، لأن التمتع انقطع. أما إذا لم ترجع إلى بلدك بعد العمرة في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا ولو سافرت إلى غير بلدك. نعم.